السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة جايلكم بوصفة جميلة جدا. وصفة النهاردة لإزالة الشعر، سواء شعر الإبط او اي شعر في الجسم، شعر العانة، شعر الوجه. طريقة سهلة جدا يا بنات وهتعجبكم ان شاء الله. مكوناتها بسيطة جدا وموجودة عندنا كلنا في البيت. مكوناتها عبارة عن بياض بيضة وعن 3 أو 4 معالق من النشا. هنعمل الخلطة دلوقتي مع بعض وهقولكم ازاي نستخدمها. يلا بينا نعمل الخلطة مع بعض ونقول هنستخدمها ازاي. قبل ما نبدأ نعمل الوصفة مع بعض يا بنات، احب اقول لكم على قناة جميلة جدا، قناة منورة ستايل، اخت صاحبتها اختي وحبيبتي. قناة جميلة جدا يا بنات، بتقدم حلويات ومأكولات جميلة. طبعا احنا في شهر رمضان بنحتاج لحلويات كتير. اتمنى ان انتوا تدخلوا قناة منار وتتفرجوا على كل فيديوهاتها الجميلة اللي بتقدمها. بتقدم حلويات جميلة جدا هتنفعكم في رمضان، وبتقدم لنا اكلات ومأكولات جميلة جدا. برضو بتعمل طحينة، لو انت هتعملي مشويات وكده ممكن تدخلي تشوفي طريقة الطحينة بطريقة جديدة ومختلفة خالص. طريقة الدبابيس الفراخ بتعملها مثل دجاج كنتاكي بالظبط، خش شوفوها هتعجبكم قوي. برضو هتعرفوا طريقة تسبيك الصلصة، وهتعرفوا طريقة عمل الجلاش وتجهيزات رمضان وحفظ الخضروات والفاكهة. حاجات جميلة بجد يا بنات، اتمنى ان انتوا تدخلوا قناة منورة ستايل، هتعجبكم جدا جدا. انا من الناس اللي بحب قناتها وبتابعها. ادخلوا يا بنات شوفوها واشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بتقدمه. وانا هسيب لكم لينك قناة منورة حبيبتي في صندوق الوصف اسفل الفيديو، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نعمل الوصفة بتاعتنا، وصفة سهلة النهاردة وجميلة لإزالة الشعر من الوجه ومن اي منطقة في الجسم، ومن شعر العانة او تحت الإبطين. وصفة جميلة جدا. زي ما قلنا مكوناتها معانا بياض البيض، يعني هتكسري البيضة وهتشيلي الصفار. احنا مش عايزين الصفار، احنا عايزين البياض بتاع البيضة بس. جبنا الطبق بتاعنا اهوت، وهنحط البياض بالشكل ده. هنقلب البيض كويس جدا زي ما احنا شايفين كده، البياض بتاع البيض هنقلبه كويس جدا. وهنحط عليه النشا بتاعنا. النشا هيبقى حسب الطلب، يعني هنحط ونقلب هون يا بنات. النشا هنحط ونقلب ونشوف ايه حسب ما العجينة تاخد معانا. زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو، قلبي كويس جدا. وصفة جميلة جدا يا بنات وهتعجبكم قوي لإزالة الشعر زي ما قلنا. وهنقول طبعا بعد ما نخلص هنقول طريقة استعمالها ازاي، بس نخلصها الاول وبعدين نقول مع بعض. هي بتحتاج تقليب كويس جدا اهو. هنحط نشا تاني، كان احنا عايزينها قوامها يكون زي العجينة كده اهو. هنقلبها كويس جدا، محتاجة تقليب كويس جدا جدا زي ما انت شايفين كده. شايفين يا بنات قوامها بقى عامل ازاي؟ هشيلها عشان اوريها لكم. شايفين بقت عامله زي السويت، زي العجينه كده بالظبط. شايفين بقت عامله ازاي؟ هتعملي ايه بقى؟ هتفرديها. بعد ما تعملي الاول هتزيلي الشعر، طبعا هقول لكم الاول تعملوا ايه. زيلي الشعر كويس جدا من المكان اللي انت عايزه
المكان اللي انت عايزه تزيني منه الشعر، سواء منطقه العانه او تحت الابط او الوجه، اي مكان انت عايزه تشيلي منه الشعر. وبعد ما تزيلي الشعر هتعملي ايه؟ هتفرديها كده على المكان اللي انت عايزه تشيلي منه الشعر بالشكل ده كده اهو. تبقى العجينه يا بنات زي ما احنا شايفين كده بتاعتنا، شايفين هتبقى كده الوصفه بتاعتنا هتبقى بالشكل ده، عامله زي العجينه بالظبط. هتحطيها بقى على المكان اللي انت عايزه تزيني منه الشعر وتسيبيها نص ساعه. بعد طبعا ما تزيلي الشعر زي ما اتفقنا، هي وظيفتها انها بتمنع ظهور الشعر مره تانية، وخاصه بالكثافه. يعني مع استمرار مره اتنين تلاته هتبصي تلاقي الشعر خف جدا وما بقاش يطلع، وهيكون خفيف جدا وهيتطاير. الوصفه دي جميله جدا يا بنات، واتمنى ان انتوا تعملوها ان شاء الله، وباذن الله تستفادوا منها. وصفة سهلة جدا، مكوناتها موجودة عندكم في البيت زي ما احنا شايفين. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك وما تنسونيش في الشير، وان شاء الله تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تشتركوا في قناة حبيبة قلبي منورة ستايل، وهسيب لكم لينك القناة بتاع منورة ستايل في صندوق الوصف. واشوفكم الوصفة الجاية ان شاء الله مع جيجي كل حياتي.